ومن أخبارنا أعرب دكتور محمد عبد العاطي وزير الري عن أمله في التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة لتقليل تأثيرات السد على دول المصب. وجاء ذلك في التصريحات على هامش افتتاح الملتقى الدولي الثالث للمياه لدول البحر المتوسط أمس، وأشار إلى أن هناك تفاوضا حاليا بين وزراء الخارجية على مستوى مصر وأثيوبيا والسودان بشأن مقترح مصر على أثيوبيا والسودان بالاستعانة بالبنك الدولي قبل حوالي 22 يوم كوسيط محايد في مفاوضات سد النهضة. وكان الوزير المخي لكلماته في افتتاح فعاليات الملتقى إلى أن مشروع فيكتوريا المتوسط سيكون نقلة كبيرة في تاريخ العلاقات بين دول حوض النيل، وهو ما يساعد على زيادة ترسيخها وسيسهم في فتح أفاق للتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، خاصة أنه مشروع كبير يتبناه الاتحاد الإفريقي ومنظمات دولية هامة في القارة الإفريقية. هيكون معنا هاتفيا الأستاذ حسام الإمام المتحدث باسم وزارة الري. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك. تعقيب حضرتك يا فندم على هذا الخبر. والله يمكن مش هنقول كلام جديد في الموضوع ده، وحضرتك زي ما مصر دايما بتقول يعني احنا لسنا ضد التنميه في اي دوله، والتاريخ بيثبت ان مصر دائما في صف التنميه في كل دول حوض النيل، ولكن التنميه العادله. عايز حضرتك اللي بيقول ان مصر تقف في سبيل التنميه يذكر لي مثال واحد لهذا الكلام. في العديد من السدود تم إنشائها في دول حوض النيل وكان بالاتفاق والتشاور ولم يحدث أي مشكلة، طالما أن الموضوع لا يؤثر بشكل ملموس على دول المصب. هذا هو المطلب الوحيد بالنسبة لمصر يا فندم في هذا الأمر. تمام. طب فندم عايز اسال حضرتك يعني اخر التطورات، كان في تصريحات ادلى بيها رئيس الوزراء الاثيوبي بعد زيارته للقاهره ولقائه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما عاد الى اديس ابابا، صرح لوكاله الانباء الاثيوبيه بان اثيوبيا ترفض اقتراح مصر او المقترح الخاص بادخال البنك الدولي في المفاوضات الثلاثيه. مفروض كمان يبقى أيام قليلة هيبقى في قمة كمان في إثيوبيا، ثلاثية مصرية إثيوبية سودانية. شايف التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي إزاي يا فندم، ولأي مدى ممكن يحصل ضغط ما أو تعديل في الموقف الإثيوبي فيما يتعلق بالموافقة على المقترح المصري، لأنه مقترح مهم جدا، إدخال طرف محايد طرف ثالث هو البنك الدولي في المفاوضات. هو يمكن حضرتك يعني السؤال بالنسبة لي في هذا الأمر يعني قد يكون في الاتجاه الصحيح، لأن يعني أنا وزارة ري وأتحدث عن جانب فني، لكن كمتابع للأحداث أنا بتكلم سيادتك الفني مش سياسيا، أنا بتكلم في الشق الفني، أهمية المقترح المصري البنك الدولي أنه يدخل في المفاوضات، لأن البنك الدولي له وجهة نظر فنية وليست سياسية في الموضوع. بالضبط. هو حضرتك دلوقتي الكلام اللي أثير بالنسبة لهذا الحديث على لسان رئيس الوزراء تمام حضرتك، تم إنكاره بعد كده في نفس الوكالة. فمسألة رفض هذه الفكرة، الرفض يعني تم تكذيبه، بالإضافة إلى أن ما كتب عن أن مصر طلبت أن البنك الدولي يكون طرف محكم، مصر لم تطلب أن يكون طرف محكم، مصر طلبت أن يكون كوسيط وشارك يجيب المحكم ووسيط. وجود البنك الدولي بخبرته وثقله الفني اعتقد ان هو هيساعد كتير في تقليل، هيساعد ازاي يا فندم؟ يعني برضه عايزين نفهم ونفهم الساده المشاهدين فنيا ايه الدور اللي ممكن يلعبه البنك الدولي بصفته المحايده وبصفته ايضا يعني له دراسات سابقه فيما يتعلق بازمه السد. ما هو يا فندم دور الوسيط اللي احنا طالبينه ده دور يبقى معروف تماما، التقريب وجهات النظر بين الاطراف المعنيه مع امكانيه اقتراح بعض الحلول. حد بحجم البنك الدولي اعتقد ان هو ممكن يقرب بالفعل وجهات النظر، وممكن يكون له مقترحات فنيه بما له من خبره في انشاء مشروعات زي السدود على مستوى العالم كله. فاختيار طبعا اختيار كان موفق جدا واختيار مدروس جدا، دي اكبر منظمه دوليه بتساهم في هذه الامور. وحتى هذه اللحظه يعني لم يثبت ان الرفض اللي ذكر في وكاله الانباء الاثيوبيه اكيد، لان تم تكذيبه بعد كده. تمام. فاحنا في انتظار الرد النهائي. تمام. طبعا الامر لسه قابل للتفاوض، ونتمنى ان شاء الله يحصل تطورات ايجابيه في صالح مصر الفتره المقبله بخصوص هذا الملف. وبشكرك شكرا جزيلا المهندس حسام الامام المتحدث باسم وزاره الري.